النت خلاك تعرف كل حاجه، فاهم، تعرف الطبيعي وتعرف اللي مش طبيعي. هو الموضوع حريه شخصيه، يعني كل واحد حر في شكله وحر في اللي يعمله. لو عشان حادثه ولا حاجه، لو في حادثه يعني ما فيش مانع. صعب جدا انها تعمل حاجه زي كده يعني. هقول، وهو لو شاف اي حاجه وحشه هيقول طبيعي ان انا هقول له. لا لو شاف، لا مش هقول له. انا اللي بيحب حد بيقوله على عيبه طبعا.